الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العلي العظيم. سقراط عالم فلسفي يوناني، ولد في سنة 469 قبل ميلاد المسيح، هو المعلم الأول لعلم المنطق، وبصورة خاصة صناعة الجدل من علم المنطق، وكان لا يضاهيه أحد في النقاش المنطقي العلمي. هذا ما ينقله البعض عن سقراط، أنا الآن نقلت لكم كلامهم. هل أثير في نفوسكم تجاه ما نقلته شيء؟ كلا. هل أنكرتم هذا الذي نقلته لكم؟ ظاهرا لا. إذا نقلتم هذا الكلام إلى الناس
إلى عامة الناس، هل أحد منهم يطلب منكم مصدرا لهذا الكلام؟ عادة لا. هذا هو المسير العام، هو التعامل الطبيعي للناس مع القضايا التاريخية. ولكن العجيب أنك إذا نقلت شيئا من تاريخ عاشوراء، بل من تاريخ المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قبل عاشوراء أو في عاشوراء أو ما حدث لأهل بيته العظماء بعد عاشوراء، إذا نقلت مقطعا شيئا، يوجد البعض، لا بل يوجد الكثير ممن يشكك، ممن يتساءل ما هو المصدر. في القضايا التاريخية لا يسأل ما هو المصدر، عامة الناس لا يسألون، إلا إذا الشخص استثنائي في ظرف معين، عنده بحث معين يريد أن يعرف المصدر. في القضايا التاريخية لا يسأل المصدر، في هذه القضايا يسأل المصدر. تعطيه المصدر لا يكتفي، هذا المصدر، هذه الرواية صحيحة السند أم لا، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة ناقلين أم لا. أحيانا بل كثيرا ينكر، ليس فقط يشكك ويتساءل، ينكر، لا هذه القضية غير صحيحة. الآن نقلت لكم ما قالوا، أن سقراط ولد سنة 469 قبل الميلاد، من أين علمنا هذا الشيء؟ أحد يشكك؟ أحد يسأل أصلا ما هو المصدر؟ لا، تاريخ قبل الميلاد ب469 سنة، هذا يضبط أصلا؟ أصلا ممكن ضبطه؟ كان هو المعلم الأول لعلم المنطق، من قال أنه هو المعلم الأول لعلم المنطق؟ أين ورد؟ في أي مصدر موثوق به ورد؟ قبل 2500 سنة تقريبا يوجد حديث صحيح السنة، ثقة عن ثقة عن ثقة نقل أنه هو كان المعلم الأول للمنطق، هو كان بارعا في الجدل، في صناعة الجدل، يقبل، عادة يقبل، لا يناقش، لا ينكر. مع هذا الحدث الذي حدث في التاريخ من اللعب، وقد رأينا ذلك بوضوح في تاريخ المسلمين، تاريخ غير المسلمين هكذا كان، تاريخ المسلمين مع وجود من يدون لعب به، الحكام يلعبون بكل شيء، يعظمون شخصا ينزلون شخصا. في تاريخ الإسلام كم حدث هذا الشيء؟ قبل الإسلام كان يحدث ذلك أكثر، يتعامل مع القضايا التاريخية قبل 3000 سنة 4000 سنة، القضية الفلانية التي حدثت في زمن نوح قبل 7000 سنة أكثر أقل لعله، القضية الفلانية التي حدثت في زمن إبراهيم على النبي وآله وعليهم الصلاة والسلام، لا يشكك حتى لا يسأل عن المصدر. أما أنقل قضية مرتبطة بسيد الشهداء، تخرج رؤوس كثيرة، أنماط من الناس، من قال هذه القضية؟ جئني بمصدر. لا بأس، طلب المصدر شيء حسن، ليس شيئا سيئا، ولكن لماذا هذه القضية فقط في قضايا سيد الشهداء؟ في بقية القضايا لا تطلب مصدرا. ثم أعطيت المصدر، لا رواية صحيحة، أريد رواية صحيحة السند. عجيب، كل هذه الكتب للتاريخ، كم كتاب في التاريخ في العالم موجود؟
آلاف عشرات الآلاف الله العالم. في كلها يوجد خبر واحد صحيح السند؟ خبر واحد واحد فقط، طبعا غير التاريخ الذي نقله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رواية أهل البيت اجعلوها على جانب، كتب التاريخ الأخرى في كلها يوجد موضوع واحد، قصة واحدة برواية صحيحة السند، يعني ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صاحب القضية، يوجد؟ لعله في كلها لا يوجد خبر واحد صحيح السند، ثقة عن ثقة لا يوجد، صاحب الكتاب كتب أنه شيء الفلاني حدث، وكثير منهم هم أصحاب الكتب ليسوا ثقات، أكثرهم ليس كثيرا منهم، لا أحد يشكك عادي في قضايا سيد الشهداء، يحتاج الشخص إلى رواية صحيحة السند حتى يصدقها، حتى يصدقها. لماذا هذا التعامل بحساسية مفرطة مع قضية سيد الشهداء؟ من قال أن السيدة ليلى أم علي الأكبر عليهما السلام كانت موجودة في كربلاء؟ لا ما كانت. من قال أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام له بنت اسمها رقية سلام الله عليها وعليه؟ من قال أن قصتها صحيحة؟ لا، خرجت أصوات جديدة وليست بجديدة طبعا للأسف، أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال هل من ناصر ينصرنا؟ لا، غير ممكن. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زوج إحدى بناته من ابن أخيه القاسم ابن الحسن عليهم السلام، البعض ينكر، لا الكثير ينكر ليس البعض. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام طلب الماء من الناس، من أولئك الأعداء الذين منعوا الماء عنه؟ لا غير ممكن، هذا ذل، استغفر الله واتوب إليه، العياذ بالله من هذا الكلام، وأمثال هذه التشكيكات. حساسية مفرطة. السؤال الأول، لماذا كل هذا في قضية سيد الشهداء فقط؟ أصلا شخص واحد خطيب، فرضا خطيب على المنبر يتحدث عن قضايا تاريخية، لا أحد يشكك أبدا، هو نفسه بعد عشر دقائق بعد ربع ساعة يبدأ بقراءة مصائب سيد الشهداء، لا نفسه نفس المتكلم، ليس متكلما ثانيا، القضايا التاريخية التي ينقلها تقبل عادي، القضايا التاريخية قبل 3000 سنة قبل 4000 سنة ينقل قضية أم فرعون كان اسمها كذا تكلمت بالقضية الكذائية صنعت الشيء الفلاني، عادي أحد يشكك؟ لا، حتى في نفسه لا يشكك، عادي هو نفسه بعد ربع ساعة نصف ساعة يبدأ بقراءة مصائب سيد الشهداء، لا من قال؟ تاريخ هذا السؤال الثاني، والمشكلة فقط ليست في التشكيك، لا في الإنكار، يعني المرحلة الأولى السؤال ولا يسأل الناس عن بقية التاريخ، المرحلة الثانية التشكيك، المرحلة الثالثة الإنكار، لا هذا شيء لم يحدث، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما قال هل من ناصر ينصرنا، هذا الذل العياذ بالله، العياذ بالله، حاشا لسيد الشهداء، حاشا لسيد الشهداء الذل. السؤال الثاني، أنت تحلل قضايا سيد الشهداء، إمام معصوم حجة الله على الخلائق هو سيد الشهداء صلوات الله عليه، تحللها من منظار عقلك. أنا
الإنسان الجاهل، الإنسان العادي الذي لا أعرف أسرار ما يفعله الناس العاديين، الناس العاديون. أحلل حسب عقلي القاصر، حسب نظرتي الضيقة التافهة، ليست الضيقة فقط التافهة، أريد أن أحلل تصرفات إمام معصوم. هل من ناصر ينصرنا؟ ذل عجيب، من منظارك ذل، لأنك تنظر إلى القضايا من منظار ضيق جدا، هذا ذل. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زوج ليلة عاشوراء ابن أخي، ليلة عاشوراء ليلة زواج، نعم الزواج من منظارك أفراح ومحرمات وهذه الأشياء، لا سيد الشهداء بعيد عن هذه الأشياء، أما الزواج من منظار المولى سيد الشهداء شيء مقدس، شيء يحبه الله، من هذا المنظار يتزوج سيد الشهداء ويزوج. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أصعب الظروف كانوا يتزوجون، في الأوقات التي كان حزنهم في شدته كانوا يتزوجون. الزواج من منظار أهل البيت غير الزواج من منظاري أنا الإنسان الناقص. حسب منظاري للزواج أقول لا، غير ممكن ليلة عاشوراء ليست ليلة للزواج، نعم للزواج من منظارك. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يطلب الماء، يطلب الماء لآلاف الأسرار، أنت لا تعرف سرا واحدا تنكر. أنا عندما أطلب ماء شهوة، عطشان وشهوة فقط. سيد الشهداء إمام معصوم قلبه مرتبط بإرادة الله، قلوبنا أوعية لمشيئة الله، الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه يقول. هذا الإمام المعصوم يطلب الماء، نعم يطلب الماء لألف سبب، لا لآلاف الأسباب والأسرار. بيان المظلومية جزء مهم لهداية البشرية، ملايين من الناس على مر التاريخ كيف اهتدوا، جزء مهم من هداية أكثر من اهتدى إلى طريق أهل البيت وهو طريق الله وهو صراط الله، إحدى الأجزاء المهمة مظلومية سيد الشهداء. مظلومية سيد الشهداء كيف تصل من كلمة هل من ناصر ينصرنا، من طلبه الماء، من هذه القضية، من تلك القضية؟ سيد الشهداء ينظر من هذا المنظار. نحلل القضايا المرتبطة بعظماء الخلق بتحليل قاصر، من عقل قاصر، نقول لا يمكن. وهذه المشكلة فقط في قضية الإمام الحسين، كل القضايا تركزت هنا، لا أعلم لماذا، حساسية. إخواني اليوم أو في أي يوم، أنا أو أي شخص لأي هدف، شخص يريد أن يذهب يتبرع بجزء من دمه لمحتاج من المحتاج، هذا عمل سيء؟ أحد يقول لك هذا العمل سيء؟ أبدا، شخص واحد لا يقول هذا العمل سيء، عمل إنساني محض. في أي يوم كان، من قبل أي شخص كان، في أي ظروف كانت، أحد ينكر محبوبية هذا الشيء؟ شيء محبوب، عمل إنساني. مجموعة من الناس يخرجون في يوم مولد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، مولد إمام الإنسانية، إمام البشرية، إذا كانت إنسانية في الخلق كلها مدين، الخلق مدينون لهذا المولى عليه الصلاة والسلام. في يوم مولده الشريف يذهبون باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا بأي عنوان ثاني، لا يريدون أن يحاربوا أحدا، لا يريدون أن يخربوا على أحد، لا باسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يصنعون هذا الصنيع. الله أكبر، تخرج أصوات عجيبة، تبرع بالدم لشخص محتاج، من قال هذا العمل صحيح؟ بأي دليل؟ هذا الدم يذهب إلى من؟ من قال هذه الشعيرة؟ وأمثال هذا التشكيك الطويل العريض، على ماذا؟ على أنه مجموعة من المؤمنين ذهبوا يتبرعون بشيء من دمهم باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أصلا معقول يكون في هذا العمل شيء سيء؟
عمل إنساني ماحظ بدون اسم الإمام الحسين عمل إنساني ماحظ، فكيف إذا كان باسم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى في هكذا قضايا واضحة واضحة جدا يوجد تشكيك. من قال؟ حساسية مفرطة عجيبة. القضية طبيعية تصل إلى اسم الإمام الحسين تأخذ منحا ثانيا. الناس ثلاث فئات. الفئة الأولى النواصب، الآن ليس حديثنا عنهم، ناصبي يتوقع منها أي شيء، ناصبي نسأل الله أن يهديهم. الفئة الثانية من يحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالفعل يحب ويشكك، هذه المشكلة. شخص عدو، عدو، العدو يتوقع منه كل شيء. بعض الأشخاص يحبون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالفعل يحبون، لا يعلم هناك في نفسه شيء، ليس عن عداء، لا، عن مشكلة نفسية. المشكلة هؤلاء، هذه الفئة الثانية، لسنا بصدد هؤلاء أيضا. الفئة الثالثة كلامي عنهم، نحن، أنا أنت، إذا كان هناك مرض عادي، عادي، مرض عادي، البعض يبتلى بمرض والبعض لا يبتلى، أحيانا المرض يأخذ منحا سريعا في الانتشار. اليوم شخص، بعد أسبوع 100 شخص، بعد أسبوعين 10,000 شخص، لا، الوضع غير طبيعي، هذا وباء، مرض سريع الانتشار. بعض الأشياء أمراض سريعة الانتشار، وباء. في بعض المجتمعات هذه الحالة وباء. اليوم شخص، بعد سنة نرى 10 أشخاص، 100 أشخاص تأثروا. من الممكن أنك تلتقي بشخص واحد، لقاء واحد تتأثر، خلاص أنت تصبح مثلهم، أنت تبدأ تشكك، من قال هذا، من قال ذاك. يعني المشكلة هذه، أنا عن نفسي أنا معرض لهذا المرض، لهذه الحالة المرضية، لا أفكر في غيره، أفكر في نفسي، أنا هذه الحالة التشكيكية المرتبطة بقضايا سيد الشهداء موجودة فيي أم لا؟ أولا عن نفسي أبحث، ثم أبحث عن الآخرين. عندما أقول حالة مرضية منتشرة وباء، لأنك تجد أشياء لا تصدق. شخص عالم في الطب، طبيب، يبدأ يشكك، عجيب، أنت تعرف أصلا التاريخ، أنت تعرف الدين، تعرف طريقة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حتى تشكك، حتى تنكر. موظف في القضية في مثلا بتركم كيماويات مثلا يشكك، طالب يشكك، أستاذ جامعة يشكك، مهندس يشكك، بقال يشكك، تاجر يشكك، عجيبة. شخص متخصص في الدين، بحث بحثا مطولا فيما يرتبط بالإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يتكلم، قد يعذر، إذا أخطأ قد يعذر. شخص أصلا لا يعرف هذه الضوابط، لا، ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث غير صحيح السند. عجيب، أنت تعرف حديث صحيح السند وتعرف أن الحديث غير صحيح السند في هذه المجالات غير معتبر. أنقل لكم مقطعا لفقيه عظيم من كبار فقهاء تاريخ الشيعة، اسمه الشيخ مرتضى الأنصاري،
في الحوزات العلمية يعبر عنه بالشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، فقيه من الدرجة الأولى قل نظيره في التاريخ، في تاريخ الشيعة في الفقه وفي الأصول. عنده طبعا مجموعة كتب، أشهر كتبه في الفقه كتاب المكاسب، أشهر كتبه في الأصول كتاب الرسائل فرائد الأصول يسمى بالرسائل. عنده كتاب رسالة، كتاب مختصر رسالة في قاعدة التسامح في أدلة السنن. هناك الرسالة طبعا مطبوعة ليست مخطوطة. هناك يقول كلام، أنقل لكم هذا الكلام، مقطع من كلامه. يقول حكي عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في الدراية، الشيخ الأنصاري ينقل أنه قال جوز الأكثر يعني أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف، جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال. ينقل كلام الشهيد الثاني ثم يعلق، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعلق على كلام الشهيد الثاني تأييدا لكلامه وتوضيحا لكلامه. يقول أقوله، الشيخ الأنصاري يقول أقوله المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها. خبر ضعيف السند في مجال القصص في مجال التاريخ يجوز لك أن تنقلها، أن تستمع إليها، أن تضبطها في قلبك، أن ترتب الآثار عليها كأنه خبر صحيح، عدا ما يتعلق بالواجب والحرام. طبعا إذا حكم واجب حرام لا تحتاج إلى دليل معتبر، أما في القصص في القضايا التاريخية التي لا تريد أن ترتب عليها واجبات ومحرمات عادي. الشيخ الأنصاري يقول يعمل بالخبر الضعيف. الآن يقول وهذا أمر وجداني لا ينكر. الشيخ الأنصاري يقول، الشيخ الأنصاري جدا مضبوط، إنسان منضبط للغاية لا ينقل هكذا شيء. يقول وهذا أمر وجداني لا ينكر، ويدخل أيها الشيخ الأعظم الأنصاري أنت قلت الخبر الضعيف يمكن أن الإنسان حتى يرتب آثار الصحة على هذا الخبر الضعيف إذا كان في القضية في القضايا التاريخية. ما هو مقصودك في القضايا التاريخية في القصص؟ يقول ويدخل في هذه القضية يدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة. يقول أنت تتمكن أن تتعامل مع هذا الخبر الضعيف في المجال التاريخي كما تتعامل مع الخبر المعتبر في المجال الفقهي الواجب والحرام. أنت تتعامل مع الخبر المعتبر في المجال الواجب والحرام ماذا؟ تتعامل أنه خبر صحيح بالفعل كأنه صادر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ترتب آثار في القضايا المرتبطة بالتاريخ مع الخبر الضعيف هكذا يتعامل، بأن يقال ورد في خبر ضعيف مثلا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الليلة الفلانية صلى الصلاة الفلانية كافي خلاص كأنه بالفعل صلى، هكذا رتب الآثار. بأن يقال كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصلي كذا ويبكي كذا، إذا ورد في خبر ضعيف، طبعا بعضها وردت في أخبار صحيحة، كلام الشيخ الأنصاري ليس ما ورد في الأخبار الصحيحة ذلك واضح يؤخذ بها، لا ما ورد في الأخبار الضعيفة السند، خبر مرسل خبر ضعيف السند أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الليلة الفلانية صلى المقدار الفلاني بكاء البكاء الكذائي مثلا، حتى هذه يرتب آثار آثار الصحة عليها. بأن يقال كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصلي كذا ويبكي كذا ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، مصائب سيد الشهداء هو يصرح بها، في مصائب سيد الشهداء في القضايا التاريخية لا نحتاج إلى روايات صحيحة. الذي يقول نحتاج إلى روايات صحيحة في هذا المجال لا يعرف. هذا الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري مثال أذكر لك من الشيخ الأنصاري كنموذج، غير الشيخ الأنصاري أيضا قالوا هذا الكلام.
السيدة زينب سلام الله عليها نطحت جبينها عندما رأت الرأس الشريف، نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها. رواية ضعيفة السند، عجيب. الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية التي لا سند لها إن كانت غير معتبرة عادي في القضايا التاريخية اعتبرها كالرواية الصحيحة السند في القضايا الواجبة والمحرمة. تشكيك في هذه القضية وتلك القضية وأخبار صحيحة السند أريد في التاريخ، في القضايا التاريخية. المتخصص هكذا يتكلم، الفقيه البارع العظيم هكذا يتكلم. اعرف حدودك يا أخي في قضية سيد الشهداء، اعرف حدودك، لا تتجاوز حدودك. وأنت لا تعرف، أنا لا أعرف، معرفتي ضيقة أنا، أشكك في هذه القضية وتلك القضية، قضية تاريخية. السيدة ليلى عليها السلام كانت موجودة في عاشوراء أم لا؟ يعني أريد أن أرتب حكما واجبا على هذه القضية؟ لا، لماذا الإنكار؟ أختم كلامي بملاحظة على هامش هذا الكلام الذي مضى، ملاحظة جميلة ورائعة لأنها مرتبطة بروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا بين قوسين قبل أن أذكر هذه الملاحظة، أحيانا بعض الأمور التاريخية تتنافى مع الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. لا، تلك الأمور التاريخية نلقيها لا نأخذ بها إذا كانت تتنافى مع ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا كانت تتنافى القضايا التاريخية في كتب التاريخ، إذا كانت تتنافى مع رواية ضعيفة السند عن أهل البيت، رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تقدم، لأن تلك القضايا التاريخية أيضا ضعيفة وغير منقولة عن المعصوم. هذه ضعيفة ومنقولة عن المعصوم، هذه أقوى من تلك. فكيف إذا تنافيت مع قضايا وردت في روايات معتبرة؟ حتما لا نأخذ بالتاريخ، التاريخ لا قيمة له، نأخذ بالروايات الشريفة، هذا واضح. إذا صار تعارض مثلا كمثال كنموذج، دفن بني أسد للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، هذا يتنافى مع رواية معتبرة أن الذي دفن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو الإمام زين العابدين، تلك رواية معتبرة. لا نأخذ بهذا الكلام أن بني أسد قاموا بهذه المهمة أبدا، الذي دفن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، هو دفنه. هذا ناهيك عن الروايات الشريفة التي تبين أن الإمام لا يكفنه، لا يجهزه، لا يدفنه إلا إمام، أيضا تلك روايات معتبرة. فلا نقبل أن بني أسد كانوا هم الذين قاموا بدفن الإمام سيد الشهداء أبدا. الذي قام بدفن الإمام سيد، لأن بعض الكتاب يحاول أن يبين أن بني أسد هم الذين دفنوا، أبدا، هذا غلط. حتى لو كان ورد في التاريخ، هذا ما ورد في رواية أصلا، هذا تاريخ، وهذا التاريخ يتنافى مع الروايات، ويتنافى مع الروايات المعتبرة والصحيحة. قطعا هذا التاريخ لا يؤخذ به. نعم، في دفن بقية شهداء كربلاء لعله ساهموا، لعلهم ساعدوا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ممكن، نعم هذا معقول، ممكن، وورد في التاريخ يؤخذ به، لا يتنافى مع الروايات الصحيحة. أما بالنسبة إلى دفن الإمام سيد الشهداء أبدا، هو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تولى. كمثال هذا، أحيانا التاريخ يتنافى مع رواية معتبرة لا يؤخذ بهذا التاريخ. مثال آخر أمثل لكم، أن الفلان، بعض الأخوة يقولون لا تذكر أسماء، لا بأس، فلان من الناس الثاني، هذا مات في أواخر ذي الحجة، هذا تاريخ، ما ورد عن أهل البيت هذا المعنى، هذا تاريخ، في التاريخ موجود. هذا التاريخ يتنافى مع رواية أحمد بن إسحاق، حديث معتبر عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام أنه مات في 9 ربيع الأول، هذا لا نأخذ به، هذا التاريخ لا نأخذ به، هذا يتنافى مع رواية عن أهل البيت ورواية معتبرة عن أهل البيت، لا يؤخذ بهذا التاريخ. نعم، مات في 9 من ربيع الأول، ما مات في أواخر ذي الحجة، تاريخ يتنافى مع رواية، التاريخ لا قيمة له إذا تنافى. أما إذا تاريخ لا يتنافى مع رواية صحيحة يؤخذ به، تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أي كتاب، في أي مصدر،
ما دام لا يتنافى مع الروايات المعتبرة، مع العقائد الحقة، مع القضايا الأساسية عندنا الثابتة بالأدلة القطعية، لا يتنافى مع تلك القضايا يؤخذ به أي شيء كان. الملاحظة في الروايات الشريفة، في الكافي الشريف، في غير الكافي، وردت روايات عديدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا ماذا يصنع به؟ يعطيه أشياء. في رواية شريفة: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. في رواية أخرى: إذا أراد الله بعبد مضمون، إذا أراد الله بعضها بهذا النص، إذا أراد الله بعبد خيرا، بعضها إذا أراد الله خيرا بعبد من أراد الله به خيرا، أمثال هذه العبارات. هذا المعنى، هذا المعنى ورد في روايات عديدة. فقهه في الدين في رواية، في رواية أخرى طيب روحه، في رواية ثالثة زهده في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا ماذا يصنع به؟ زهده في الدنيا. في رواية أخرى عاجل له العقوبة في الدنيا، إذا أخطأ عمل هنا يأخذ عقوبته حتى لا تؤجل العقوبة إلى القيامة. الله أراد بعبد خيرا. إذا أراد الله بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور، وأمثال هذه العبارات، روايات عديدة. كل هذه الروايات الشريفة وردت بهذا المعنى: إذا أراد الله بعبد خيرا بصيغة النكرة، خيرا. طبعا قلت روايات عديدة، لعلها أكثر من 10 روايات، لعله أكثر، فقط في الكافي لعله أكثر من 10 روايات أو ما يقارب 10 روايات في الكافي الشريف فقط، في أبواب مختلفة. طبعا هناك حديث شريف بمقدار ما وجد حديث شريف واحد فقط، بدل كلمة خيرا كلمة الخير. ما هو الفرق بين خيرا والخير؟ واضح، خيرا يعني خيرا ما، خير. الخير يعني كل الخير، الخير غير خيرا. الروايات كلها: إذا أراد الله بعبد خيرا. في مورد واحد وبحثت ما وجدت، لا أنكر قد يكون أنا ما رأيت بالمقدار الذي بحثت، فقط في مورد واحد وجدت حديث في كامل الزيارات عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلى على محمد وعلى محمد. الخير يعني مفتاح كل خير. هذا ليس خيرا، بمقدار ما بحثت وجدت فقط هذه الرواية فيها هذه العبارة: مفتاح كل الخيرات هذا الحب، ليس مفتاح خير من الخيرات. تلك القضايا التي ذكرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكلمة خيرا قضايا جدا عظيمة، ولكن بالنتيجة زاوية معينة، جانب واحد. زهده في الدين ليس زهده في الدنيا ليس شيئا سهلا، نكت في قلبه نكتة من نور ليس شيئا سهلا. هذه أشياء عظيمة ذكرها أهل البيت بكلمة خيرا. أما حب الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق طبقا لهذه الرواية الشريفة يقول: هذا هو الخير، الخير هذا المفتاح، مفتاح باب الخيرات كلها. والعجيب أن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف ذكر الجانبين، الجانب الإيجابي والجانب السلبي. هو الحديث نفسه: من أراد الله به الخير، به الخير، قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله، هذه بقية كلام الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ومن أراد الله به السوء،
أيضا وردت روايات إذا أراد الله بقوم سوءا، حتى في القرآن موجود سوءا، ذاك سوءا. أما الذي الله يريد به السوء، كل سوء، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته، العياذ بالله تعالى. في الجانبين الإيجاب والسلبي قضية كلية، قضية شمولية. شهر رجب انتهى ليبدأ شهر جميل رائع، شهر رسول الله، شهر شعبان، شهر الرائع المليء بالروائع. هذا الشهر الجميل الجميل فيه ما فيه من البركات الكثيرة. هذه الصلوات الشعبانية التي سمعتها من السيد في هذا اليوم صلوات رائعة جدا منقولة على الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اقرأوها في كل يوم، تقرأ هذه الصلوات عند الزوال، عند أذان الظهر. تمكن الإنسان تمكن، ما تمكن الإنسان في وقت آخر يقرأها. صلوات عظيمة. وهذا شهرون، هذا شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. هذا الصلوات 6 مرات الإنسان يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، بعبارات جميلة رائعة يذكر بعض فضل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الصلوات. بعد المرة السادسة يبدأ يطلب من الله سبحانه وتعالى: وأعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك. مطالب جدا مهمة في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. شهر شعبان هذا الشهر الذي استهل في بداياته بنور سيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، حيث ولد في بدايات هذا الشهر الكريم العظيم، وامتدت البركات في هذا الشهر المبارك. الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بينه وبين مصدر الخير، هذا حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله بمولد الإمام سيد الشهداء، بفرحة أمير المؤمنين، بفرحة الصديق الكبرى، بفرحة أخيه الإمام الحسن المجتبى، بفرحة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في يوم مولد الإمام سيد الشهداء. اللهم بحق الحسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم بحق الحسين ارزقنا خدمة الإمام الحسين. اللهم بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ارزقنا في الدنيا زيارة الإمام الحسين، ارزقنا في الدنيا شفاعة الإمام الحسين، ارزقنا في البرزخ والقيامة والجنة شفاعة الإمام الحسين. إلهي بحق الإمام الحسين ارزقنا في الجنة جوار الإمام الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.